مهرجان سيف لودايا الذي ينظم في رحاب الفضاء البديع للودايا يتميز بتنوع أنماطه الموسيقية المنفتحة العالمية، وكما يساهم في إبراز أهمية هذا الفضاء التاريخي الشاهد على تراثنا الثقافي الغني والمتنوع، وجعله خلال أيام هذا المهرجان فضاء للقاء والتسامح وتلاقح الثقافات، وكذا مناسبة لإبراز هذه الطاقات الإبداعية والفنية. هو تنوع حساني أمازيغي عربي، الصيغة ديالو كذلك الدولية، لأنه الآن أصبح في دورته السادسة عنده واحد الآفاق دولية. الفن هو المحور الأول والأخير اللي كيجعل من البلد ترتقي في سلم كذلك، يعني اتجاهات الفنية بجميع مشارفها. الآن سيف لودايا يشكل حلقة من حلقات الوصل لتبني هاته، تعطى فيه جوائز وتكرم فيه شخصيات، هذه السنة سيكرم الفنان نعمان الحلو وغني عن التعريف كذلك. ثم من جهة أخرى أن الفنان الذي يواكب السيرة الفنية في مهرجانات بحال هذه يسجل كذلك حضوره لا بالنسبة لبلده المغرب ولا بالنسبة للآفاق الدولية الأخرى.